طيبة. حان الوقت للبدء في تخيل عالم تسيطر فيه روسيا بشكل فعال على جزء كبير من اوروبا الشرقية وتسيطر الصين على جزء كبير من شرق اسيا وغرب المحيط الهندي وسيتعين على الامريكي وحلفائه ان يقرروا ما اذا كان هذا العالم مقبولا. هكذا قالت الواشنطن بوست الامريكية منذ ايام. المشهد في اوكرانيا اعمق واشمل واخطر مما يبدو عليه انه رسم على الساخن للتوازنات الاقليميه والدوليه تفرضه القوى الناهضه وهكذا ايضا تقول معظم التحليلات والدراسات السياسيه الموضوعيه المتزنه منذ ايام ازال الرئيس بوتين الحجاب بالكامل عن الاسلحه النوويه فالى اين يتجه التصعيد ولماذا بالاصل استقر الروسي على الخيار العسكري لحسم خلافه مع الغرب ما حظوظ التسويه وقد جلس الروسي والاوكراني على طاوله المفاوضات في بيلاروسيا وهل سيسمح الغرب للنصر الروسي ان يؤدي الى تسويه مستدامه ماذا عن أوروبا المهددة عسكريا واقتصاديا وما هي ارتدادات الزلزال الأوكراني على الشرق الأوسط وتحديدا سوريا هذه الأسئلة أطرحها على ضيفي في الاستوديو الأستاذ في القانون الدولي الدكتور شادي جامع أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا بكم أنه من دواعي سوري أن أطلعنا على, على قناتكم قناة أوغاريت ميت أهلا وسهلا, أهلاً وسهلاً أهلاً طبعا من نبدأ الحوار دكتور بعد من تابع التقرير سوى لو سمحت تشهد اوروبا هذه الايام اهم واخطر تطور عسكري منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه حتى الان التطورات سريعه جدا وكذلك الاسئله فلماذا استقر الرئيس بوتين على الخيار العسكري لحسم خلافه مع الغرب على الارض الاوكرانيه إن الروسي لم يعد لديه خيارات لحماية وتأمين أمنه القومي بمنع تحويل أوكرانيا إلى قاعدة غربية على حدوده. فقد حاول وعلى مدار سنوات طويلة تحقيق هذا الهدف بالطرق الدبلوماسية التي انهارت مع انقلاب 2014 الذي خططت له أمريكا كما قال الرئيس بوتين حينها. وبعدها جاء انقلاب كييف على اتفاق مينسك واحد واثنين بتشجيع من الغرب. تقدم الروسي بنهايه عام 2021 الى حلف الناتو بطلبات مؤداها. تعهد الحلف كتابه بضمان عدم ضم اوكرانيا لا الان ولا مستقبلا فرفض الطلب شكلا ومضمونا. أما خيار العقوبات فيبدو جليا أنه لن ينفع مع روسيا بدليل جزيرة القرم 2014. لماذا قامت روسيا بالعملية بهذا التوقيت؟ أدركت روسيا خطورة تزويد الغرب أوكرانيا بالسلاح، مما يعني زيادة فرص إلحاق الخسائر بجيشها. هذا فضلا عن أفضلية فصل الشتاء للروسي بسبب تعاظم حاجة أوروبا لغازه. ما أهم أسباب ثقة الرئيس بوتين بنصره على الغرب؟ انما تعنيه اوكرانيا لروسيا اهم بكثير مما تعنيه للغرب وحلف شمال الاطلسي انها لروسيا مساله حياه ام موت تكون او لا تكون اما للغرب فهي هدف رخو لذلك يبدو مستوى التصميم والعزم عند الرئيس بوتين احد اهم واعلى مؤشرات ثقته بالنصر بدليل التلويح الروسي بالنووي أبدأ معك دكتور يعني كما تابعنا في التقرير وكما هو الواقع يعني التطورات متلاحقة وكذلك الأسئلة يعني تطرح نفسها بشكل عاجل، طبعاً ما حندخل نحن بالشق التنفيذي لهذه العملية وإنما ندخل مباشرة بسؤال أنه قد يعني يمهد لنا معرفة ماذا يجري، لماذا استقر بعد سنوات طويلة الروسي على الخيار العسكري لحسم خلاف مع الغرب في اوكرانيا مره اخري صباح خير. الخير اهلا وسهلا صباح الخير لمشاهدينا الكرام أه انا في هذا الموضوع يجب ان يكون هناك أه تقدمه تاريخيه نوعا ما لتمهيد لهذا الموضوع. طبعا كما هو معلوم بعام 2014 حدثت مواكبه لما سمي في الدول العربيه سويه الربيع العربي، حدث حركه احتجاجيه في اوكرانيا، الحكومه الاوكرانيه والرئيس الاوكراني في تلك الفتره كان هناك تفاهمات عميقه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومع توجهات الحكومه الروسيه وصول حكومه جديده الى سده الحكم. مدعومة غربيا بحيلة الديمقراطية والوصول الديمقراطية بدأ هذا الحدث بابتعاد أوكرانيا عن روسيا الاتحادية واتخاذ مواقف عدائية تجاه روسيا طبعا بدعم وبتحريض من الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية آه خلال السنوات إذا انتقلنا مباشرة للعملية التي تمت منذ عدة أيام أنا أرى آه يوجد عدة عوامل آه دفعت رئيس فادي مابوتن لاتخاذ القرار في القيام بهذه العملية. م. العامل الأول هو وقد أعلنه رئيس فادي مابوتن على الملا عند بدء العملية العسكرية عندما قال إننا نريد آه نزع السلاح والأفكار النازية في أوكرانيا حماية. الأقليات الذين هم من أصول روسية والساكنين في المناطق الحدودية م. مع روسيا الاتحادية كان يوجد سياسة تمييزية ضد هؤلاء الأشخاص كان يوجد هناك نوع من سوء التعامل معهم آه عدم التعامل معهم بطريقه آه جيده آه كل ذلك اعتبرها الرئيس الروسي بمثابه اهانه إهانة اهانه وليست على المستوى المطلوب اثنين آه 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 ايقاف سياسه الرئيس الاوكراني الحالي العدائيه تجاه روسيا وسلامة أراضيها سلامة أراضيها طبعا أهم موقف عدائي كان بالنسبة لروسيا هو التلويح بالانضمام إلى حلف الناتو حتى شاهدنا بالتقرير روسيا طلبت بشكل واضح ورسمي من حلف الناتو عدم قبول اوكرانيا عدم ضم اوكرانيا آه, عدم ضم اوكرانيا مم. ضمن نطاق حلف الناتو ولكن الملاحظ خلال فترة في اصرار اوكراني يوجد حوالي 12 دوله من شرق اوروبا انضمت الى حلف وكلها محيطه بروسيا وكلها محيطه بروسيا وبالتالي هذا عمليه تطويق الى روسيا وتهديد الامن القومي إذا لروسيا اذا عدنا ل وقت م. الحرب البارده التنافس ما بين حلف حلف وارسو وحلف الناتو كان يوجد هناك خطوط حمراء م. كان يوجد هناك وتوازن يعني وتوازن في الامور آه آه قواعد عامه ما بين الطرفين عدم نشر صواريخ تهدد الامن القومي لاي بلد من البلد الاخر هلا الوضع في... مختلف آه يعني عمليه زحف الناتو راح توصل للحدود وهي عمليا وصلت هي للحدود يعني الروسيه بالاضافه الى وجود معلومات استخباراتيه مؤكده لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود حركة التسليح قويه من من دول غربيه أو لاوكرانيا من اوكرانيا الولايات المتحده الامريكيه عامل ثالث ايضا بعد قيام او اتخاذ القرار بضم جزيره القرم طبعا 2014 2014 جاء الموضوع نتيجه الانقلاب زيادة التضييق على السكان ايضا هم من اصول روسيه من اصول روسيه ادى الى اتخاذ هذا الموقف طبعا من الاهداف الاولى العمليه العسكريه تدمير سد الذي في هذا السد كان لقطع المياه بقطع المياه عن, بقطع مم. المياه عن السكان مم. اذا عدنا لقواعد القانون الدولي مم. ولنظام روما الاساسي الذي هو الذي انشا المحكمه الجنائيه الدوليه القيام ب يوجد لدينا حاله الملاحقه في جريمه الاباده الجماعيه م. من حالاتها فرض ظروف معيشيه قاسيه على ابناء مناطق معينه تعتبر مثابه جريمه اباده جماعيه مثل بناء هذا السد بناء هذا السد م. ايضا اذا اريد هذه الحاله ما حدث لاهالينا في مدينه دمشق منذ عده سنوات عندما بالضبط. قامت المجموعات الارهابيه بقطع منابع المياه العذبه باتجاه مدينه دمشق وادى ذلك الى اربك لعده ايام او ما تقوم الله. به تركيا آه. حتى آه. كمان حتى على الحسكه آه. السد اتاتورك من قبل تركيا آه. ايضا فيه نوع من العنجهيه والتعسف ومخالفه قواعد القانون الدولي عداله توزيع المياه فلذلك كما ذكرت الضربه الاولى استهدفت تدمير هذا السد وفعلا تدفقت مياه للسكان المدنيين وهذا امر مبرر بالنسبه لرئيس رئيس بوتين, بوتين. عامل اخر هو رغبه الرئيس الروسي بالحصول على ضمانات امنيه م. قبل اتخاذ هذا الاساس قبل اتخاذ القرار بتوجيه الضربه العسكريه تم المطالبه عبر القنوات الدبلوماسيه لجمهوريه اوكرانيا بتقديم ضمانات امنيه تحديد التواجد العسكري تم طلب استفسارات عن موضوع التواجد العسكري في المناطق الحدوديه تم طلب وجود تعهد بعدم نشر صواريخ تكون لها تهديد للامن القومي الروسي مباشر روسي. على الرئيس الاوكراني ما طلب في هذا الموضوع اعتمد على الغرب اعتمد مم. على تصريحات الغرب نحن معكم نحن وبتشجيع نحن. اصلا من الغرب وبتشجيع من لكن البيت. هلا اذا دخلنا نحن على الـ الـ هو ما تفصيل وانما هو صار هلا مظله الحديث ومظله الوضع عندما لوح واصدر الرئيس بوتين الامر بوضع قوات الردع النوويه الاستراتيجيه في حاله تاهب قصوى. طيب طبعا حذر قبل بداية العملية حذر من يحاول عرقلة هذه العملية سيكون هناك رد تاريخي رد تاريخي الآن نربطه بالنووي كل هذا يعيدنا دكتور إلى التاريخ عندما يقول أو أنه بالفترات الانتقالية ما بين قوة أو قوة قادمة وقوة ذاهبة يكون هناك فترات انتقالية ركود <applause> يا ريت ركود فترة. فترات انتقالية تعج بالأزمات الاقتصادية تعج بالحروب هل نحن الآن بهذه الفترة الإنتقالية طيب وإذا كان هذا الموضوع هيك فمعناها أمريكا ستشعر بالخطر على نفوذها على قوتها وبالتالي نحن عم نحكي عن نووي أدى ممكن أمريكا تبادل بالرد إذا نحن أمام أزمة نووية في العالم ممكن يكون هيك؟ أرى في سؤالك شقين الشق الأول موضوع الذي طرحته في نطاق الفترات الانتقالية الفترات الانتقالية. في الفترات الانتقالية طبعا الحرب الباردة استمرت لفترة معينة ثم حدث انهيار الاتحاد السوفيتي خرج الاتحاد السوفيتي منها كل قوى اقتصاديا عسكريا بالحقيقه فتره الازدهار الذهبيه لروسيا الاتحاديه كانت مع الرئيس فلاديمير بوتين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعسكري حتى يوجد مقوله له ان للرئيس الروسي تفكك روسيا التاريخي هو كان تفكك نتيجه تبدل السياده واوكرانيا هي دوله حديثه انشاتها روسيا الشيوعيه الخارجه من مظله الاتحاد السوفيتي وجهه النظر لدى آه الرئيس هي آه روسيا قوه على مستوى المجتمع الدولي يجب احترام هذه القوه م. آه يجب هذه القوة وعدم العبث معها آه تمت محاولة عمل الإجراءات الدبلوماسية الوقائية بمعالجة هذا الموضوع معالجة م. هذا الموضوع استمرت سياسة الغطرسة من الطرف الآخر وعدم الإزعان للمطالب آه المتعلقة بالضمانات الأمنية فكان القرار باتخاذ المتوجيه الضربة العسكرية آه آه طبعا آه تتالي الاحداث الشق الثاني من السؤال اللي وجهتي لي موضوع استخدام القوه النوويه طبعا كما هو معروف وحا... كيف بتقرا يعني التلويح بالقوه النوويه كيف قراته هو انا برايي رساله وتوجيه انذار شديد اللهجه للدول الغربيه او الولايات المتحده الامريكيه اذا كانت ترغب بالعبث بالدخول. بالدخول او العبث او التدخل في هذا الموضوع فبالتالي <applause> نحن معناها بنقول انه هون قوات الردع اجت فعلا هي رادعه من القو... هي من القو... ال... لكن ما في بجيش... مجال لاستخدامها لا الجيش الروسي يوجد م. قوات الردع يوجد م. قوات ردع دفاعيه وهجوميه م. شوفي كمان القرار الذي منح... الذي قدمه الرئيس السوفيتي عفوا لا... لا... الروسي لا يزال حتى الان فيه صيغه من امكانيه التسويه السلميه م. توجيه الطلب كان لقوات الردع الدفاعيه م. لم يكن بصورة او, هجومية. ايه او, او صحيح. يعني اه اه هنا الرساله انه انتبهوا لن نكون البادئين م. ولكن اذا بداتم سوف يكون هناك امر كارثي بالنسبه للجميع وهو وهي قال اه الرئيس اه بوتين قال نحن لم نبدا الحرب لكن نحن ننهيها نحن من نحدد الوقت بالضبط. ونحدد التاريخ ونحدد نهاها حتى مبارح جميع التصريحات التي صدرت عن وزاره الدفاع تؤكد تؤكد ان العمليه مستمره وعند نهايه من اهدافها سوف يتم إعلان ذلك أدي كمان فينا نقرأ آآ آآ هذا الـ الاستخدام للنووي أو تظهيره أو تقديمه بالمشهد أدي ممكن نقرأه أنه هو تصميم روسي على النصر هو تصميم وهو كما ذكرت تحذير بعدم السماح لاي طرف بالعبث والدخول في هذا النزاع. طبعا بموضوع مفاهيم القوى التفوق الروسي واضح من الجيش الروسي من اقوى جيوش العالم باتجاه اوكرانيا بالنسبه لاوكرانيا باتجاه اوكرانيا اذا ما مع القوة الاوكرانيه لكن ايضا يوجد يعني امريكا متفوقها. قوه عسكريه امريكا هذه هي سياسه امريكا تقوم باشعال تقوم اولا باجراء عمليات التوتر توتر وتحريض ومن ثم عندما يبدا النزاع تحاول ان تقوم بدايه بتقديم دعم غير مباشر توريد سلاح هل عم تساويها اه مع, مع اوكرانيا للاسف اه كما حدث عندنا في سوريا توريد مقاتلين من جنسيات اخرى م. اعتماد على مرتزقه آه تقديم دعم لوجستي واستخباراتي آه ليله امس استهدف الطيران الطيران الروسي محطه البث التلفزيوني م. والمحطه الاساسيه للدعم اللوجستي والنفسي الاساسيه في اوكرانيا وهي عامل اساسي ضمن الحرب آه ف الرئيس فلاديمير بوتين ايضا كان رده مناسب ل الطريقه الامريكيه باداره لأن الأزمة الطريقه الامريكيه مثل ما <applause> تفضلت هي تعدي تعدي واضح بالضبط المواقف مم. القيام باجراء نزاع التظاهر بالابتعاد عنه مم. والدعم من تحت الطاوله مم. وتقديم اجراءات دعم غير مباشره بالخفاء مم. بالخفاء آه، طيب حضرتك آه، دخلت للموضوع السوري نحن بدنا نحكي فيه مطولا لكن بنرجع انه بنقول انه من يراقب آه خطابات الرئيس بوتين من يراقب شكل شكل الرئيس بوتين شخصيته اثناء شخصيته اثناء الحديث بقراءة جداً, جدا جدا, جداً في ثقه في يقين بالنصر ما هي اسباب هذا اليقين؟ من وجهه نظرك؟ أه، انا يوجد عده عوامل يعتمد عليها الـ الرئيس الـ الروسي بدايه كما ذكرنا موضوع القوه العسكريه الجيده والممتازه للقوات الروسيه آه، النقطة الثانية موضوع كما ذكرت قوات الردع الروسية الدفاعية والهجومية هي أنا... <applause> طب بس هي مشتركة ما... مع الجميع يعني ما... أمريكا عندها معروفة آه، بقوتها بقوتها ايضا الدقه التي تم بتنفيذ العمليه العسكريه، اذا لاحظت معي ببدايه اول 15 او 20 دقيقه تم تدمير جميع وسائل الدفاع الجوي الاوكرانيه صحيح وبعد فتره قصيره تم اعلان السيطره بشكل كامل على جميع الاجواء الاوكرانيه بانه لا توجد اي عنصر طيب هي... الا تم رصده، أي... هذه القوه هذا التكنولوجيا العسكريه المتقدمه، التقنيه المتقدمه منحت الرئيس بوتين اليقين بالانتصار، م. كذلك انا متاكد انه بقراره نفسه سياسه الغرب هي عدم التجرؤ بالدخول في هذا النزاع، م. عدم طريقة نفسها والدخول في هذا النزاع، اما امكانيه الدعم سوف يكون مباشر وعن بعيد بطريقه هناك من يقول انه مستوى التصميم والعزم عند الرئيس بوتين هو احد اهم اسباب ثقته بالنصر بمعنى ان ماذا تعني اوكرانيا بالنسبه لروسيا وماذا تعني اوكرانيا بالنسبه للغرب اوكرانيا بالنسبه للغرب هي هدف رخو يعني امريكا ما راح تفوت هي لكن بالنسبه لروسيا نسائها. هي مساله حياه او موت فبالتالي ممكن هون لذلك هو بشوف النصر او لا شيء بديل آه طبعا مثل ما فضلت وحكيتي موضوع اوكرانيا بالنسبه لروسيا فيها آه عامل حيوي واهميه كبيره جدا آه سيطره الامريكا والغرب على اوكرانيا هي تهديد مباشر للامن القومي في روسيا م. من ناحيه موضوع الحدود من ناحيه الامور حتى من الناحيه الاقتصاديه تهديد توريدات الغاز و كافه الامور الاقتصاديه التي تعتبر كمرافق حيويه بالنسبه لروسيا م. تكون ضمن دائره التهديد. اذا اردنا ان نقوم باجراء الموازنه فعلا الموضوع اهتمام روسيا باوكرانيا هو اهم بكبير اهم بكثير بالنسبه للغرب الغرب غرب هلا الهدف الاساسي وهي كنا متوقع أن نحكي فيه يعني بعد عده دقائق موضوع محاوله الاتحاد الاوروبي لضم اوكرانيا للاتحاد الاوروبي. طبعا امبارح كان في عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الالكترونيه كان في خبر قيام ثمان دول من الاتحاد الاوروبي بتقديم اقتراح ببدء المفاوضات الفوريه مع اوكرانيا لضمها للاتحاد الاوروبي هذه هذا الامر انا اراه واعتقد متاكد انه بالنسبه للرئيس الروسي هو ايضا خط احمر خط كما هو أحمر. الاحمر كما هو الحال بالنسبه للتمدد نحو تمدد الناتو نحو الحدود الروسيه الاوكرانيه <applause> فخطوره الموضوع واهميته المحافظه على الامن القومي الروسي بي من خلال اوكرانيا من خلال اوكرانيا بالحفاظ على استقرار اوكرانيا وبتحديد امور كخطوط حمراء لروسيا هو اهم بكثير بالنسبه لاوروبا والغرب وامريكا <applause> يعني رغم انه في هذا المسار العسكري والعمليه العسكريه النشطه والحساسه والدقيقه وايضا المتسارعه شفنا انه في خط مفاوضات صار بين الاوكراني والروسي في بيلاروسيا. السؤال ممكن الغرب وتحديدا أمريكا أن يسمح بالتوصل إلى تسوي بين الأوكراني والروسي خاصة نحن أن نعرف أنه تاريخيا أمريكا كانت دائما توقف أي مسار تفاوض. يصل إلى التسوية يعني بتعرقل التسويات فيما يخص الروسي بما يتعلق بهذا الموضوع اذا من يعني تتابع الاحداث التي حدثت في روسيا بعد اقل من يوم جاء مثل بشكل واضح ومن الرئيس الاوكراني موضوع بدء التفاوض جواب الرئيس الروسي كان بي... انه ما يوجد مانع مع رئيس بيلاروسيا في تحديد مكان معين آه بعد آه فتره بسيطه عده ساعات آه تم صدور خبر اخر باننا لا نرغب بالتفاوض التفاوض. تجديد العمل العسكرية وتقويتها وتوجيه ضربات موجعة لأهداف هامة وحيوية بالنسبة للجيش الأوكراني وبالنسبة للقوة العسكرية عاد الرئيس الأوكراني إلى ما يسمى موضوع قبول التفاوض آه طبعا آه كما ذكر بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه آه عمليه ما بتفضل آه الوصول للتسويه آه وخاصه انه الروسي الاقوى تأجيج النزاعات تأجيج النزاعات هي آه كوجهه لي بالنسبه تراهن حاليا الى امكانيه اللجوء الى حرب استنزاف في فتره طويله آه كرأي شخصي كرأي شخصي كلما اسرعت هي. روسيا ب عملية العسكرية يعني طبعا أن تكون خاطفة طلبنا أن تكون دقيقة محددة مركزة أهداف عسكرية واضحة حتى هذه اللحظة العملية تسير بشكل دقيق آه لم يعني آه لم يسجل خروقات ضد مدنيين لم يسجل خروقات ضد مناطق سكنيه جميع الاهداف استهدفت اهداف, أهداف عسكري عسكريه, عسكرية واعلاميه كانت تشتغل بطريقه تضليليه او تحريضيه صحيح. او تحريضيه آه فهنا كل ما آه كانت العملية قوية كلما تم آه سحب الطرف الآخر الطرف إلى يعني المفاوضات وبشروط آه جيدة بالنسبة له يمكن لهيك المظلة النووية هي اللي بتحمي العملية؟ مهما طالت هي كما ذكرت مهما طالت آه رسالة بدع بالضبط رسالة إنذار شديدة اللهجة نحن ذاهبون إلى أبعد نقطة أوكرانيا بدون أي تشويش بدون أي تشويش، أوكرانيا بالنسبة لنا هي خط أحمر ويوجد لدينا هذه المطالب يجب أن تنفذ مه. وأنا برأيي الإغتنام الفرصة العسكرية أكثر إذا كان هناك إمكانية ل آه أيضا آه آه أمور أخرى تكون مه. كضمان للأمن القومي الروسي مثلا تواجد في مناطق حدودية، نزع السلاح نزع في مناطق في بعض وسائل الإعلام الغربية المناهضة للسياسة الروسية ذكرت آه مباشره بان استبقت ان الرئيس فلاديمير بوتين كان يطالب بمناطق آه حدوديه منزوعه السلاح ايه هو السلاح. حق حتى لو هذا حق لانه, لأنه بمناطق او بالدول مثل البلطيق اللي منتشر فيها حلف الناتو واللي هو مجدد. مهدد مباشر لقلب موسكو مجدد. الان في آه يعني احد كل القراءات تشير ان الهدف اوروبا الهدف اوروبا بمعنى انه هلا اوروبا عم تقول ما زالت مصره الى اوكرانيا بالاتحاد الاوروبي لكن ممكن هون يسال السؤال طب انفدوا بريشكم انتم اول شيء قبل ما لحتى تحكوا باوكرانيا فبالتالي انه خساره اوروبا قد تكون كبيره جدا في هذه الحرب ومن هذه الحرب والتعنت الاوروبي انه دائما هو تحت المظله الامريكيه حتى لو كان انه مثل بريطانيا مثل فرنسا انه قوى عظمى ايضا لكن قد ممكن هاي الحرب الاوكرانيه تكون ارتداداتها على اوروبا صعبه خاصه اقتصاديا وعسكريا اقتصاديا الغاز الروسي لالمانيا خسائر بدات من اول لحظه اقتصاديا موضوع آآ آآ موضوع التاثير الذي حدث على اسواق المال وحركه الاسهم وصعود صعود سعر الذهب بشكل كبير كما امن ارتفاع سعر ارتفاع سعر الدولار الامريكي كما امن ايضا يؤثر على الصادرات الامريكيه اسواق الاموال تدهورت بشكل كبير حتى ضمن نطاق الموضوع الاقتصادي اوروبا لا تستطيع ان تبتعد عن روسيا في يعني من اكبر الشركاء في موضوع الطاقه وخاصه الغاز مع بوسا هي المانيا المانيا حتى عندما لوحت عندما لكن أو المانيا فرض العقوبات متعلقه بنظام السويفت متعلقة بالحوالات م. المانيا كان لها مطلب بتحديد شركات امور محدده معينه حتى لا يتأثر هذا الموضوع م. بتوريد الطاقه لكن يعني توريد كمان الطاقه هو صحيح شلد بس شلد لكن شلد يبدو كمان لأوروبا. دكتور انه اوروبا يعني ماضيه بالمسعى الامريكي يعني مثلا من يومين المانيا طبعا اوقفت العمل بمشروع نورد ستريم الغاز, آآ آآ أي الغاز المسيل رقم اثنين المشروع رقم اثنين بس الفكره انه هي ماضي حتى بالمسعى الامريكي بمعنى انه من يومين المانيا بدها تزيد ميزانيه الجيش لتكوين الجيش المعروف طبعا المانيا بلا جيش انه في مقابل روسيا الـ 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 يعني ضمن نطاق المجتمع الدولي وهو المعروف والواضح دائما سياسه اوروبا هي سياسه تابعه للولايات المتحده الامريكيه. بدي احكي بس بنقطه للتمهيد، يعني بالاساس قيام الاتحاد الاوروبي وبعد مرور فترة زمنيه معينه تبين بانه يوجد هناك خلل بعمل بقيام هذا الاتحاد يعني مثلا بالعمليه الاقتصاديه يوجد دول اقتصاديا قويه جدا كالمانيا وفرنسا وفي الموجه الاخيره للتوسع الاتحاد الاوروبي تم دول ضم دول دول فقيره, فقيرة كرومانيا وفيها نسبه البطالة مرتفعه او مم. حتى كمان هذا البعد السياسي لتطويق مثلا أه. خاصه اوروبا الشرقيه لتطويق روسيا او أه حتى كمان قبل موضوع عدم التكافؤ ما بين الاقتصاد الالماني والاقتصاد اليوناني مم. ازمه الديون اليونانيه ومن ثم ازمه الديون الايطاليه كلها اعطت مؤشر على ان هذا الاتحاد هذا الاتحاد الاقتصادي ليس منسجم وليس مم. متوازن ولذلك مرقت فتره بتفكك الاتحاد الاوروبي وطلعت منه يعني حتى اجتماعيا يعني يوجد فرق كبير ما بين الشعوب الموجودة هناك في العادات بالتقاليد بهذا هم. الموضوع كما ذكرت موضوع املاء امريكا على اكبر دوله أوروبا المانيا بعده امور معينه وزياده تأجيج النزاع، وزياده تأجيج النزاع سوف تؤدي الى امكانيه تعقيد الموضوع اكثر. فلذلك اعود واقول كلما كانت العمليه دقيقه وسريعه كلما كان افضل واوروبا يمكن يكون غير قادره على احتواء الاثار يمكن يكون انه مثلا بقراءه مختلفه، ممكن تكون انه امريكا وصلت الامور لهون كي يعني تضرب اسفين فيما بين روسيا واوروبا خاصه اذا بنعرف نحن ما قبل 2014 قبل انقلاب كيف كانت العلاقات الروسيه الاوروبيه كانت جيده وكان الروسي حريص جدا على مد اليد والتعاون وحتى العلاقات فيما بين روسيا وبين اوروبا هذا الامر يعني لا يسعد امريكا فممكن نحن نقرا هذا المشهد بكليته على انه ضرب اسفين فيما بين العلاقات الروسيه والاوروبيه، وحقيقه هي يبدو هيك بجانب من الجوانب امريكا تريد التفرد بقياده بقياده المجتمع الدولي، الاقتصاد الدولي كلها، م. اي عمليه تناغم او عمليه تنسيق تراها ما بين اطراف قويه يعني نطاق المجتمع الدولي تحاول أن القيام باجراء اي تفرقه تشتيت ما بين الطرفين، عندها نهائيا بالعكس هي من آه على مبدا فريق للصوت آه اي مكان يوجد فيه ازدهار اقتصادي آه آه نوع من التعاون ولا يحقق الزيوم. لها مصالح او آه لما بيكون تحت كنفة فتسعى لاحداث مشاكل تاجيج فوضى القيام باجراءات آه نزاعات ضمن هذه م. المنطقه ضمن هذه المنطقه لانها عندما رات ان الشركه الروسية في المعاملات الاقتصاديه آه شريك قوي وكبير جدا بالنسبة لأوروبا من ناحية توريد الطاقة وكسوق تصدير. واعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي. اعتماد بشكل كبير. بشكل كبير يعني في الشتاء نحن عندما رسمه قابصة يعني كان ويمكن هذا روز كمان روز. له سبب بتوقيت العمليه انه يكون بالشتاء للضغط على أنا. اوروبا انه حاجتهم بتكون الاوروبيين للغاز اكثر من فصل الصيف بالنسبه لأمريكا بتعتقد دكتور انه حتى مع النصر الروسي شو ما كانت النتائج النصر محسوم واضح انه محسوم لكن قد ممكن انه تحول هي تترك اوكرانيا لتتحول لدوله فاشله، دوله فاشله يعني عمليا صداع لروسيا. الامر يعني حتى في حال النصر الروسي لن تترك الولايات المتحده الامريكيه الامر يمر كما هو الحال كما هو عليه. آه حتى آه كنت النقطة بدي أحكي فيها موضوع آه من بدء عملية آه التغطية الإعلامية للحرب للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وسائل الإعلام المحسوبة على الجهات الغربية وأمريكا كانت تسوق الحرب بطريقه معاكسه تماما اي صح آه ما قبل الحرب بداية دكتور. عملية ما قبل من قبل من قبل الحرب محاوله تشويه سمعه روسيا م. على نطاق المجتمع الدولي محاولة تشويه سمعت الرئيس الروسي م. مالياً واقتصادياً ووجود حالات تلاعب وفساد حتى كما ذكرت وسائل الإعلام والي لها سوقت أنه بدل العملية كان فاشل كان يوجد ضحايا مدنيين آه آه يوجد احتجاز السكان المدنيين هذا التضليل مدني. والكذب يعني التضليل اللي مورس حتى عنا بسوريا حتى, حتى هذا الاسلوب الاعلامي الموحد في حتى بعض النصر اراها بأنها سوف تستمر بالتشويش اعلاميا وستحاول ايضا بوضع املاءات على الاتحاد الاوروبي سياسه تحريض ايه بالحقيقه, كسياسة أي بالحقيقة دي ممكن تحاول امريكا تحويل اوكرانيا لدوله فاشله <applause> دولة فاشلة يعني نحن ممكن تشوف أنه ما في نظام هاي في حال نحن طبعاً قلنا أنه أحد نتائجه أنه اه يستتب الأمن والاستقرار والاستقرار بفعل بالفعل الروسي انه هلا مثلا في اه احتمالات بتقول انه ضم اوكرانيا لروسيا هذا بالنسبه لروسيا مستبعد لانه ما نو مم. ما نو لا هدف ما هرنيا. نو هدف اي بالضبط المهم لديهم لكن تحويلها لدوله فاشله وخاصه حضرتك ما عم تقول انه اه في هلا نحن عم نشوف علانيه انه عمليه استقدام الارهابيين وفي منهم من سوريا عم بيروحوا وبيعلنوا انه إحنا رايحين نقاتل باوكرانيا فبالتالي تحويلها لمنطقه مم. فيها آآ 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 متفجره، منطقه نزاعات, نزاعات حروب ما بين متشددين ضمن المتشددين جماعات ارهابيه يتم تسويق صوره كأن يعني الوضع يعني هذا استنزاف في روسيا بيكون فيما بعد كان الوضع غير سليم وهنا في هذه الحاله يمكن تبين توجيه ضربه عسكريه او تدخل عسكري او ما يسمى التدخل بهدف حمايه حقوق الانسان، <applause> يعني هي بعتقد انه مرحله متقدمه ممكن ممكن نصل او لا نصل لها تسمح روسيا بهذا الشيء طالما عملت العمليه العسكريه لن تسمح به ولكن المخطط الامريكي هلا شوف اذا الاحداث التي مرت فيها المنطقه العربيه كيف تم تسويق التدخل في ليبيا وغيرها وكيف كان هناك مشروع قرار بهندسه فرنسيه امريكيه مناطق مناطق حظر جوي التحالف م. الدولي يقوم بتغطيه الجويه وعلى الارض مقاتلين من جنسيات مختلفه ارهابيين مرتزقه، كل هذه عوامل عدم استقرار، عوامل فيها من فيها ازعاج للطرف الاخر م. للطرف الاخر او اذا كان هناك باعتقاد امريكا كما حدث في أفغانستان إمكانية توريط الطرف الآخر بحرب الروسي. لفترة طويلة بفترة طويلة وحرب قائمة ليست ليست واضحة ما بين دولة ودولة م. لأنه كان بين دولة ودولة روسيا قوة عظمى بس يمكن لأن... الروسي ما بقى لأن أعتقد... روسيا الآن قبل غير قبل وأمريكا الآن غير قبل بسنوات أفغانستان هلأ هل ممكن نحن نوسع الحوار وننطلق من أوروبا إلى الشرق الأوسط وتحديدا المنطقة العربية يعني أكيد لازم يكون في ارتدادات حكما في ارتدادات لها له الحرب بأوكرانيا ما شكل الارتدادات على المنطقة العربية وحتى نخص بالذكر سوريا أه طبعا قبل اتخاذ القرار بالعمليه العسكريه حاول الطرف الامريكي تسويق الامر الاخر اجراء صفقه اوكرانيا مقابل روسيا جاء رفض مباشره من قبل الرئيس الروسي بان هذا الامر ليس مجال بحث نهائيا يوجد لدينا معاهدات واتفاقات تحالف مع روسيا مع سوريا عفوا تواجدنا كان بناء على طلب من الحكومه الشرعيه الموجوده في سوريا لا نناقش في هذا الموضوع اوكرانيا بالنسبه لنا ملف اخر ومختلف <applause> طبعا تم رفض التفاوض بشكل كامل على هذه الصفقه اذا نروح للاثار اللي سالتني عنها طبعا الامر يوجد بداية آثار اقتصادية ومن ثم سوف يكون هناك آثار ممكن تتعلق بشكل التحالفات ضمن المنطقة العربية الآثار <applause> الاقتصادية في كثير من الدول هلأ المستوردة بشكل أساسي لمواد رئيسية من أوكرانيا القمح مثلا لبنان اعلنت بان مخزون القمح لديها يكفي لمده شهرين فقط. اكثر الدول المتحصنه في هذا الموضوع هي مصر، اعلنت بان المخزون يكفي لمده عام واحد. وبالاضافه الى منتوجات هامه اوكرانيه هي تسوق ضمن الاسواق العربيه سوف سوف ذلك إلى تاثير في هذا الموضوع. عسكريا سياسيا؟ سياسيا اعتقد بان الامر سوف يؤدي الى حدوث نوعا ما من اعاده الحسابات في التحالفات والتوازن في المنطقه فرض الروسي كلمته في اوكرانيا سوف يؤدي الى تقويه الحلفاء في المنطقه وسوف يكون عامل ازعاج وشبه هزيمه للحلف الاخر المحسوب على الولايات المتحده الامريكيه. يعني كمان في اراء وقراءات بتقول انه يخشى من فتح جبهات في سوريا، يعني احنا التركي حدنا مو بس حدنا و... يعني جوا بادلب فبالتالي هو حرك هو حرك يخ... جبهه ادلب بانه اعلنوا انه يخشى من هجمات فرديه ارهابيه يعني ك... كخطوه اولى ممكن إيه تكون هي تحريك الجبهات خطوة والشمال استفزازية. الشرقي استفزازية. وجود المحتل الامريكي فبالتالي انه تحريك هالجبهات قد وارد اعتقد حاليا ما دامت العمليه العسكريه تسير بشكل جيد احتمال ضعيف احتمال ضعيف سيطرة. في سيطره في اذا طال امد العمليه العسكريه <applause> و... و... تم الذهاب باتجاه نحو حرب استنزاف طويله هنا ممكن ان يتم البدء بدايه بتنفيذ عمليات استفزازيه ارهابيه ضد اهداف معينه تؤدي الى اشعال آه موضوع اشعال الجبهات في طبعا نحن بنتمنى انه نتمنى الخير والسلامه والسلام الخير والسلامه <applause> لنا وللجميع وانه تكون السيطره والامساك طبعا والامساك بزمام الامور وطبعا الرئيس بوتين قال انا لم ابدا الحرب ولكن انا من ينهيها وطبعا هذا بدل على انه في رشاده في قدره على التحكم نحن بنتامل كل الخير محاورنا انتهت دكتور بدي اتشكرك يعطيك العافيه أهلا شكرا لك وشكرا لقناتكم الكريمة وكان من دواعي سوري أني طلعت على هذه القناة أهلا ومرحبا بك أما الشكر الأكبر فلكم أنتم مشاهدين ألقاكم في حلقات مقبلة إلى اللقاء